تعيش واقعها وتعيش في بلادها، تسعى لأن تكون جزءا من منظومة الإصلاح والصلاح في البلاد، لأن صلاح بلادنا هو خير لنا جميعا، ولأن ديننا يأمرنا أن نصلح ما استطعنا وأن نبذل جهدنا في إصلاح بلادنا. وعلى ذلك، من هذا المنطلق، فإن دار الإفتاء لا تألو جهدا في الإصلاح وفي المساهمة في الإصلاح والحفاظ على الدولة وعلى بناء الدولة على أسس رشيدة وعلى منهاج الله، بحيث تكون هذه البلاد يعني المأمول فيها والمؤمل والمرجو أن تكون هذه البلاد بلاد يعني ليس فيها ظلم ولا محسوبية ولا فساد إداري ولا فساد مالي، بلاد يقوم أساسها على شرع الله جل وعلا، قوانينها تقوم على شرع الله سبحانه وتعالى، بحيث لا يكون في هذه البلاد شيء من القوانين أو النصوص يتعارض أو يتقاطع مع شريعتنا، هي يعني هويتنا وهي أساسنا وبناؤنا وهي عقيدتنا. الله الله الله.